فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب، إلى سنن النسائي. الجماعة إذا كانوا ثلاثة، الجماعة إذا كانوا ثلاثة. المصنف قال أخبارنا قتيبة بن سعيد البغلاني كما مر علينا كثيرا ثقة ثبت شيخ أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري ثقات الأثبات عن قتادة. قتادة من نوادي الحفاظ كما تكلمنا قبل ذلك، عالم نضرة عن أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين مالك بن سنان، سنان بن مالك، مالك بن سنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. يعني أنا تركت مدة للأسئلة، الأسئلة تأتي وأنا أشرح ماذا أفعل، غفر الله لكم. قال باب أيضا: الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة. عكرمة رواه المصنف بسنده الصحيح عن عكرمة قال: قال ابن عباس صلى الله رضي الله عنه وارضاه: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معهم. الباب الأول: إذا كانوا ثلاثة، قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. هذه فيها دلالة واضحة جدا عن الجماعة تكون بثلاثة، ولأن أقل الجمع اثنان فأكون هذا باتفاق أنه الجماعة أقل ثلاثة. لكن في الجمعة على خلاف فقهي عريض، الشافعية والحنابلة يرون أن الجمعة لا تكون ولا لا تكون جماعة ولا تقبل إلا بأربعين لصلاة، لأول صلاة كانت بالمدينة، وهذا ضعيف جدا. ولو كان، أين الدلالة على الشرطية؟ والصحيح أن كانوا ثلاثة تصح الجمعة والجماعات بذلك، لأنها جماعة واعتبرها النبي جماعة صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. أقرأهم هنا على قول الحنابلة والحنفية أحفظهم، والمالكية والشافعية قالوا أفقههم، ولو كان حافظا فقيها هو الذي يقدم. وإن كانوا يعني كان، وإن كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة كيف يكونون؟ وصف ابن عباس كيف تكون، هم ثلاثة إمام ومأموم وامرأة، فقال: صلى ابن عباس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت عائشة خلفهما، وصلت عائشة خلفهما. وإن كانوا ثلاثة بغير الإمام، يصلي الإمام ويصلي الصغير أو الاثنان خلف النبي، وتصلي المرأة خلفه. فإن كانوا ثلاثة بالإمام، فيصلي الصبي أو الرجل بجانب الإمام والمرأة خلفهم. هذا هو الوضع الصحيح في ترتيب الصلاة والوقوف إن كانوا ثلاثة أو إن كانوا اثنين، وإن كانوا اثنين أيضا فطريقهم هو حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قمت عن يسار النبي فأخذني فجعلني عن يمينه فقمت عن يميني. فهنا تصح أيضا الإمامة وتكون من اثنين، ولأن الصحيح الراجح لغة وأصوليا أقل الجمع اثنان على ما قاله العلماء. فالصحيح في هذا الباب أن نقول: لو كانوا اثنين فيصلي الإمام بجانبه المأموم، ولا فرق بينهما، يعني يستوي معه في الصف. كما فعل ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا ثلاثة منهم امرأة، صلى الرجل أو الصبي بجانب الإمام والمرأة خلفه. وإن كانوا ثلاثة من غير الإمام، فالإمام مقدما وخلفه الرجال أو الصبيان، وخلفهما تكون المرأة،
وهذه دلالة أيضا على أنهم جماعة، وهذه تدل أيضا على أن الجمعة تقام بثلاثة، بل والله وتقام باثنين، لأن النبي اعتبر الجماعة من اثنين، كما صلى ابن عباس على يسار النبي فأداره فجعله على يمينه كموقف المأموم من الإمام، واعتبرها جماعة واعتبرها جماعة. وفيها دلالة أنه قد يصلي أو تصلي المرأة مع الرجال في مكان ولا فرق بينهم، ولا فرق بينهم، يعني لا ستارة تستر بينهم، وهذه الخطة التي لا تدعو إلى شهوة. ولكن الأولى الآن وفي زمننا هذا هو أن الستار يكون أولى في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: أقل الجمع ثلاثة وأقل الجمع اثنين. مبارك ليه ما شاء الله. موضع النساء في الصلاة خلف الرجال، ولذلك في الجنازات أيضا الترتيب يكون الرجل ثم الطفل ثم المرأة، يعني الذي يلي الإمام هو الرجل ثم بعده الطفل ثم بعده المرأة. فعل النبي تشريع، ولذلك ابن عباس قال ذلك على أن فعل النبي تشريع. لو في أسئلة تفضلوا. بقي لنا المغني وسنن الترمذي، إن شاء الله يكون هذا بعد الإفطار، بعد إذنكم يعني، بعد أن تأذنوا لنا بعد الإفطار إن شاء الله يكون المغني وسنن الترمذي، هذا الذي يتبقى لنا بإذن الله تعالى. رضي الله عنكم. لو في أسئلة تفضلوا. أنا لا أعرف زواج التجربة نفسه، أنا لا أعرفه، أطلع عليه أولا وبعد ذلك أتكلم عنه، كيف أتكلم عن شيء أنا أجهله ما أعرفه؟ رضي الله عنك أبو الوليد. الاستحمام يجزي عن وضوء؟ نعم يجزي عن وضوء، إذا دخل بنية رفع الحدث يذهب يصلي كما قال ثم أفرغي هذا على بشرتك تكوني قد طهرتي. الله يرضى عنك يا رب ويدخل عليك السرور دائما، ونسأل الله جل وعلا أن يسعد قلبك وروحك. اللهم أمين رب العالمين. جزاكم الله خيرا نسكينا، جزاكم الله حرصا، رضي الله عنكم جميعا، وأشكر لكم فضلكم وحرصكم على الطلب، هذا والله فضل منكم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.